السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كيف حالكم؟ شانكم بخير صحة وعافية. لا إله إلا الله، أذكر والله. صلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شو أخباركم؟ شو علومكم؟ كيفكم مع صيام اليوم؟ إن شاء الله ما تعبتوا، إن شاء الله ولا عطشتوا ولا جعتوا. الحمد لله، ما من عطش ولا من جوع، الحمد لله متعودين على الصيام. طول السنة الحمد لله نصوم، صوم الاثنين وصوم الخميس وصوم البيض. الحمد لله اللي متعود ما راح يتأثر. الله أقول أمين يعيننا إن شاء الله ويقوينا ويأجرنا وياكم يا رب. بسوي معكم اليوم محلبية الكاسترد اللي أكثر الناس يسمونها تطلي، إحنا من أول نسميها تطلي. المحلبية الصفراء مقاديرها جدا سهلة ومضبوطة. طبعا كثير كثير منا ما يضبطه، مع أنه سهلة لكن ما تنضبط، يحطونها قاسية بالمرة، كنا حصايا سائلة بالمرة، لكن أنا مقاديري بالمرة مضبوطة. يبي يتعلم الصغير. طبعا طريقة اليوم هي الطريقة الاعتيادية، ما فيها أي إضافة. بعضهم يحط قشطة، يحطون نستلة، ما أدري شو يحطون، لكن طريقتي أنا هي التطلي الاعتيادي اللي متعودين عليه من زمان، أيام أمهاتنا وأيام أهلنا من أول بإذن الله. طبعا تستخدمون يا الحليب البودرة أو تستخدمون الحليب السائل اللي هو المراعي اللي أنتم تفضلون. كاس الماء، يا الكاس المعياري، كاس الجبن، يا هذا يعادله. كاس ماء طبعا لا هو بحار ولا هو بفات ولا شيء، بارد من البزبوز من الصنبور. تحطون كاس عليه 3 ملاعق حليب بودرة وملعقة كبيرة تطلي اللي هو الكاستر، ومن ملعقة إلى ملعقتين سكر على حسب ذوقكم أنتم اللي أنتم تذوقون. طبعا هذا ريح الموز، تحطون قيطة معه يخليها ما شاء الله تبارك الله. الآن ببدأ معكم بإذن الله. طبعا هذا مقدار واحد يجي يمكن صحنين كذا، يعني اللي توهم متزوجين عروس وزوجة يكفيهم المقدار هذا، لكن العائلة الكبيرة الأفراد أكثر الله يحفظهم لازم تدبلين المقدار، ولا حسب المقدار، تحطين 3 تحطين 4، بس أنا هذا مقداري للمقدار الواحد. إن شاء الله تكون فهمتون. كاس ماء بارد من البزبوز، شفتوه؟ عليه 3 ملاعق حليب بودرة. طبعا إذا أنت تحطونه حليب سائل عادي خلاص، لا تحطون حليب بودرة. إذا تحطون حليب المراعي إن شاء الله تكون فهمتون. هذا حليب بودرة، وبعدين ملعقة كبيرة كاستر، من ملعقة إلى ملعقتين سكر على حسب ذوقكم. تبون حلاوة واج، طبعا السكر زي ما قلت لكم، تبون حلاوة قليل، تبون حلاوة واج، أنتم تتحكمون بالسكر. هذا مقدار واحد. الحين أبى أحط المقدار الثاني، أبى أسوي مقدارين أنا. 3 ملاعق حليب بودرة. أطعم حليب البودرة خواتي، أطعم شيء، أطعم من الحليب السائل، واللي ما عنده عاد الشكوى لله. هذا كاستر، هذا سكر، بحط ملعقتين سكر. العيال يحبون الحلا، ما يحبون الماسخ. وخلاص نحركه على البارد، لا تحطون المحار عشان ما يتعقد الكاستر. إذا حطيتوه محار تعقد، لكن حركوه على البارد كذا، بعدين حطوه على النار. حركوا حركوا لين تقلط، خلاص طفوا عنه وحطوها ليلى بالبوادي، بس كل التقديم اللي عندكم عاد زينوا وبلي تبون. شوفوا حطيته على النار وحركوا، ما شيل يدي منه ابد عشان ما يحترق تعقد علي. لين شفته بدا يثقل خلاص اطفي عنه واغرفه. هذا ليلى الله ريح الموز، احط نقيطه ما اكثر عشان ما يمرر علي. شفتوا كم نقطه بس؟ والله أنا انبسطت يوم دريت أن المشرفة التربوية الأسرية أم اليسر حصن حميد التابعة. صراحة هذا شرف كبير لي، وأرسل لها تحية من سنابي هنا وأقول لها الشهر عليك مبارك. شوفوا شلون اثقلت، شفتوا شلون اثقلت خواتي؟ قصروا النار وحركوا، شوفوا شلون قوام. ها من البداية ما يحتاج زيتها شيء ولا شيء. ها ما شاء الله تبارك الله، خليني أوريكم.
بوريكم القوام. شفتوه من البداية، ما احتاج زدته شيء ولا، المقادير جدا مضبوطة اخواتي، جدا جدا. كمل عليكم بعد، حط لي بهالصحون هذه. الحين كل يدخل علي منين يا ماما صار الصحون منين، حقت عرس امي، وانا حتى حقت عرس امي بعد. محتاج تنبهن والله من خالتي ومن امي الله يغفر لهم ويرحمهم، من مثلك هن جدعت الشي. احتفظت بهن، شوفوا ما شاء الله جاء وقتهن، الناس يدورون دوارها الحين. شفتوا القوام؟ شفتوا ولا ما شفتوا؟ ما شاء الله، لا هي باللي ثقيلة ولا هي باللي خفيفة، ما شاء الله. عاد اللي انتم تحبونه تاكلونه باردة تاكلونه حارة، انا افضل حارة يعني، افضل دافية. انا وابو عيالي الله يغفر له ويرحمه يقول له اعطني اياه على طول، الله يجعله محرم من على النار. والديني يا رب العالمين ومسلمين اجمعين، يا من الجنت الباردة. شفتوا شلون؟ خلاص الحين زينوه، تحطون عليها قرفة، تحطون عليها جوز مبشور، فستق، اللي انتم تبون. عاد من اول ما يزينونه، بس عاد احنا بنزينه. تذكرون الهوشة اللي على قدر خواتيم لما ولا زينتهم يا المحلبية؟ طق عصي عليه. كل اللي يقول انا علي حطت لنا امي كل واحدة يوم تاخذه. صراحة الطعم بالقدر ما شاء الله تبارك الله. الحين لا ينظرون قدر ولا ينظرون المحلبية ولا تزينين. خياتها الحين ما ينظرون شيء، الله يصلحهم. هذه حط عليها شوفوها جوز مبشور، وهذه حط عليها فستق مبشور. زين وعد انتم اللي متوفر عندكم. لا اله الا الله، هذه فستق، هذه بحط عليها قرفه، هذه قرفه مطحونه تعطيها الطعم بالمره لذيذ. زي ما قلت لكم التزيين، ولا انكم تحطونه كذا بدون تزيين حرين. ما شاء الله تبارك الله علينا وعليكم بألف عافية. شفتوا الطريقة شلون سهلة؟ ما يبي له شيء أبد، والكل الكثير ما يضبطه. لكن يلا جابت لكم ماما سارة الطريقة اللي ما مثلها أبد، تضرب ضربان على قولتهم. جالب بالعافية عليكم. طبعا خواتي إذا تحطونه بالثلاجة أنتم لا تحطونه على طول وهي حارة، خلوه لما تفتر. عشان إيش؟ عشان الوجه هذا ما يتكرمش. ما أدري أقول لكم، ما أدري شلون أحط. عشان ما ينكمش كذا وتعرفت، عرفتوا؟ خلوه شوي لما تفتر، بعدين دخلوه الثلاجة إذا أنتم حابين تاكلونها باردة، ولا كذا ممتازة بالمرة. شفتوا المقدارين؟ جاء 4 صحون من هذه، وأنتم بقيسوا على ذلك. كل صحنين مقدار، حطيت مقدارين جت 4 صحون، وعليكم الحساب. يلا جعلوا بالعافية يا رب علينا وعليكم. أوريكم القوام كيف، شوفوا ما شاء الله قوامه، هي بالخفيف ولا بالثقيل، تهبل هبلان. الله لا يهبلنا يا رب، متعنا وياكم بالصحة والعافية. شوفوا بس بوريكم شلون القوام.